السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم من مدينة ستوكهولم الرائعة في طبيعتها. سبحان الخالق، سبحان البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبحان الله العظيم. إحنا بالقرب من القصر الملكي ذا رويال بالاس، وفي هنا أحد المتاحف تحت الجسر. على ما أذكر الدخول إليه مجاني. حبيت أحكي بس هاي المقدمة البسيطة، وبعديها إن شاء الله حاب أحكي لكم شوي عن المؤتمر اللي رحنا، وإحنا هيك شوي بنتمشى ونتفرج هالطبيعة الجميلة والرائعة. أتمنى من إخواني اللي بالسويد اللي حالتهم النفسية شوي تعبانة إنه يحاولوا يستغلوا وجودهم في هالطبيعة الجميلة والرائعة، وخصوصا اللي عايشين في مدينة ستوكهولم أو في المدن، أو اللي عايشين بالقرب من البحيرات والأنهار. اللي كنا نتمنى قبل ما نيجي على السويد، قبل ما نطلع على أوروبا، إنه إحنا نتواصل مع هالطبيعة، نتصور جنب هالطبيعة. لكن للأسف كثير من الناس إجت وهمها بس جمع المال والركض على العمل، وأهملت نفسها وأهملت أطفالها وأهملت زوجاتها وأهملت دينها، وصار الهدف والقيمة الكبرى عند البعض، لا أقول الكل، ولكن عند البعض صار الهدف هو الدنيا، جمع المال، وكأن السعادة فقط تتحقق من وراء جمع المال. يا ريت إنه إحنا شوي لو كل يوم نطلع مع أنفسنا مع أطفالنا، نلعب شوي، نطعم البط، نتأمل هالطبيعة. للعلم هاي المي فيها أيونات كثيرة جدا، أيونات سالبة تساعد على تعديل المزاج والحالة النفسية. فوجودك بقرب من البحيرة وبقرب الطبيعة تستمد منها الأكسجين النقي، ويفيد في صحتك ويرفع من طاقتك، فهي أفضل مصادر الطاقة بعد الله سبحانه وتعالى الطبيعة، وهي من خلق الله. فما أدراك ما خلق الله؟ شوف المي سبحان الله، هيك تتأملها، تقعد تتفرج، تأمل الكون عبادة، فشيء رائع جدا ولا يستهان به. للأسف كثير من الناس تفكيرهم بسموه لينير، يعني خط مستقيم، ما عندهم تفكير بالأشياء الأخرى البسيطة اللي تدخل السعادة على الإنسان. خلص هو بيقول لك جيب لي مصاري، جيب لي كذا، بنبسط، قعدني بمطعم، قعدني بمكان، مش عارف إنه هاي الأشياء البسيطة، هالمشي، المشي لوحده قديه بيحرق من سعرات حرارية، قديه بيخلي وبحافظ على جسمك وعلى طاقتك وعلى قوتك، قديه بحافظ على رشاقتك، وبتضلك شباب وبتضلك معطاء في حياتك، بدل ما تضلك قاعد بس دخان وأرجيلة وعلى تلفزيون وعادات سلبية تنتقل لأطفالك ولأسرتك وانت قاعد في مكانك، من الشغل، من الورشة للفرشة. للأسف هيك حياة بعض الناس مقضينها. بس يا ريت حتى بيشاركوا في الحياة، بدناش نقول بس بالسويدية، بالحياة العربية، بالحياة في الحياة في الشوارع. بتشوف لك الأجانب، يعني بغض النظر درجة الحرارة ناقص مش ناقص، تلاقيهم طالعين منطلقين. للأسف روح المبادرة عند بعض الناس منعدمة، منعزل، خلص ماخذ بعض الأفكار ومتبنيها وحالف إنه يظل منعزل، بالرغم إنه ديننا يدعو إلى إنه الإنسان يكون عنصر فعال في المجتمع، يكون له دور في المجتمع. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكلاهما خير، بس المؤمن القوي اللي بيشارك وبكون له دور في المجتمع، شوف يعني من سن سنة حسنة كان له خيرها أو وزر خيره خير من عن فعل فيها، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من فعل فيها. فتخيل كيف الأعمال الصالحة، كيف أنت لما تعمل عمل صالح قد ايه بيجيب اجر، ونفس الوقت لما انت تعمل عمل سيء.
فشوي هيك الواحد يتمتعولكم شوي بالمناظر الموجودة في هالبلد. حكم رائد مدينة ستوكهولم.